علي نازك من الأطباق التركية المشهورة، بالعربي معناه علي المحترم. شوية زيت بقلاية على النار، فيجان شويته وقشرته بضيفه للزيت على النار، بضيف اللبنة تقريبا معلقتين كبار. احنا هون مع الشيف رشيد. ليك بدحريش استرجس بطلجان لبرابر صار مسكبر يور طبر hepsini karıştırıp homojen haline getirmemiz gerekiyor. Hamid. رشت ملح. 10 دقائق بطفي النار عليها وبخليها على جنب. 3 معالق كبار زيت بقلاية على النار. بضيف نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة. بضيف البهارات السبعة وملح وفلفل أسود. Biraz su ilave ederiz, karıştırıyoruz, ondan sonra üzerine kapatırız, pişinceye kadar bekleriz. Mayı ve notu nar ali, umun gattıya umdur koyu istiyor yani nar hadi. بفرد اللحم فوق البتنجان، بزينه برشة بقدونس، صحتين وعافية.